السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا أعضاء وأصدقاء جمعية القباب الفلكية العربية. أرحب بكم مع هذا اللقاء الشهري تقريبا من لقاءات الجمعية والمنتظم منذ سنتين. أشكركم على الحضور، وفي هذا اللقاء سوف يتكلم إلينا الدكتور عمر فكري، وهو مشهور في القباب الفلكية، وهو رئيس قسم القبة الفلكية في مكتبة الإسكندرية، عن كيف تبدو السماء لو نظرنا إليها بعين عربي بدوي قديم أو غير بدوي حتى حضري في البلاد العربية منذ مئات السنين، وهذا يعني في الأغلب قبل الإسلام. الإسلام فقط كمل عليه، يعني كمل بنفس الأسطورة العربية القديمة. فكيف تبدو السماء؟ هل الدب الأكبر ما زال هناك؟ هل الدب الأصغر وبنات نعش، بنات نعش كبرى والثور أقصد، والعقرب والأسد، هل هي ذاتها؟ أم أن هناك تصور آخر للسماء؟ هذا ما سوف يقدمه لنا دكتور عمر فكري في هذا ساعة أو أقل من ساعة يا دكتور، لأن تأخرت علينا. تفضل. شكرا. أشكرك صديقي وزميلي دكتور الأستاذ مروان الشويكي، وبعتذر للمرة المليون، أنا آسف لأن كان نفسي أشغل البرزنتيشن من عندي، وأي حد من حضراتكم كلكم أساتذة بيبقى حاطط تريكات في الباوربوينت، كان نفسي أعملها بنفسي، لكن طبعا لو هشغل زميلي عمرو الأنصاري هقول له بس يخليها يعني F5، خليها اوكي وهيكليك على طول، وانا هعلق على السلايدات باعتباري انا اعملها ومجربها كذا مره، لكن سبحان الله التكنولوجي. يعني عنوان اللقاء النهارده طبعا هو السماء بعيون عربيه. ده كان الموضوعات اللي اتكلمنا فيها في المحاضره اللي عملناها من حوالي اقل من سنه على كيفيه كتابه نص علمي لعرض قبه سماويه. جه بعد كده اخونا الاستاذ هاني الضليع كان عمل محاضره على المجموعات النجميه والسماء العربيه، وكنا بنتناقش انا وصديقي الخبير مروان الشويكي في كيفيه محاوله عمل عرض في القبه السماويه، يكون مبادره من الجمعيه لكل القباب في العالم العربي عن هذا الموضوع تحديدا، الى ان جاءت الايفنت اللي هيبدا يعني بعد بكره. استاذ عمرو اوكي كليك في اوكي ده دي ايفنت يعني هيحصل في روسيا من فتره من 14 يوليو بعد بكره، وهيكون في روسيا في بلانتيريوم اسمها فالنتينا تشيريكوفا، دي اول امراه طلعت الفضاء، وكان تكريم ليها بيعملوا كذا ايفنت يعني، وده اللوجو او الكونفرنس بوك للمؤتمر، والحمد لله اختاروني ان اكون ممبر للجنه التحكيم ل 24 فيلم في القباب الفلكيه. المكتبه اشتركت بفيلمين من انتاجها، فيلم عن حسب من هيثم وفيلم عن كوكب بلوتو، وكمان في فئه الافلام اللايف او العروض اللايف اشتركت بفيلم اللي هو موضوع محاضره النهارده، وهو السماء بعيون عربية. وبالتالي ما تنتظروش مني ان انا اتكلم على الموضوع دي، طبعا صورة الست اللي هي فالنتينا تشيكوفا اللي هي اول امرأة تسافر للفضاء، وسموا على اسمها البلانيتيريوم، وهيكون في ايفنت موجود في مدينة ياروسلاف. اوكي نكمل الفيلم طبعا، او دي لجنه التحكيم، واخوكم عمر فكري يعني تم اختياره يكون عضو لجنه التحكيم، طالع بمنظرين زي ما بيقولوا، ممثل عن مكتبه اسكندريه وممثل عن الجمعيه العربيه القباب الفلكيه، ان اكون عضو تحكيم لافلام القباب الفلكي. اختيار جه ازاي؟ كان اصلا السنه اللي فاتت في الاي بي اس اللي اتلغى، وكنت انا رئيس لجنه التحكيم، وطبعا قامت الحرب، وبالتالي لما عادوا الفيلم فيستيفال بسبورت من الاي يو قالوا ان احنا يعني نعيد لجنه التحكيم، ولكن حصل تغيير فيها وبقيت انا ممبر زي دي، اعضاء لجنه التحكيم معظمهم روس، ومنوط بينا يعني النظر في حوالي 24 فيلم زي ما قلت. نكمل بعد كده، دي على الشمال دول الفيلمين المشاركين في الكونفرنس بوك او الفيلم فيستيفال بوك بتاع فيلم المهمه وفيلم ذا ميشن وفي المؤتمر، وفي واللي على اليمين دي اللوجوهات لاكثر من 24 فيلم كلها
يعني من حوالي 12 دولة مشاركين في هذا الاحتفال أو المهرجان في عام القباب الفلكي. اللي تحت اللي ظهر ده هو ده في الكتاب أو في كتاب الاحتفال الأفلام على الفيلم اللي هشارك بيه واللي هقول لكم حكايته النهارده، واللي كانت فيه خناقة بيني وبين أخويا مروان الشويكي، هل هو يبقى خلاص مشروع ونعمل له إطلاق كده؟ لا، أنا بحلم الفيلم ده أكبر من كده، إن هيبقى يكون فيه يعني فريق كبيرة، وكنا دورة إنتاج إن شاء الله الجمعية لكل الشباب الفلكي اللي هو ايه السماء بعيون عربي. حتى ان مروان اشار انه ممكن يتعمل ثلاث نسخ من او ثلاث افلام حول نفس الموضوع، نظرا لغزاره الكونتنت او المحتوى بتاع السماء بعيون عربي. لما بكلم حضراتكم في العالم العربي عن السماء بعيون عربيه غير لما بكلم اوروبيين واجانب عن السماء العربيه. احنا طبعا كلكم اشطر مني في الموضوع دوت، وكلكم اساتذه ويعني متخصصين، ولكن انا لما اجي اتكلم مثلا عن السماء بعيون عربيه للاجانب اللي مش عارفين ثقافتنا العربيه وتراثنا العربي، بختار بعض الحاجات اللي هي تنفع تتعمل فيلم في قبه السماويه بمناسبه عرض الفيلم. قبل ما ابدا الفيلم لازم اشكر عدد من الاشخاص اللي فعلا يعني ساعدوني في عمل الفيلم اللايف اللي هيتعرض ان شاء الله يوم الخميس القادم في المؤتمر في روسيا، واللي بقول لكم حكايته النهارده في لقاء الشهر بتاعنا. ده زميلنا المهندس احمد عصام، بصراحه يعني اشتغل الاسبوع القادم اللي فات دوت شغل متواصل، وعمل الجرافيكس اللي هتشوفوها كلها للفيلم ان شاء الله. بعد كده زميلي الاستاذ محمد علي، هو طبعا كان دراعي اليمين وكان واقف جنبي ما سابنيش لحظه بلحظه، حتى في تفاصيل الصور اللي هتشوفوها ان شاء الله وتفاصيل بعض المشاهد. نيكست. طبعا دول باقي فريق قبه السماويه، المهندس طارق والاستاذ خلف، دول فريق لو فعلا يعني من غيرهم ما كنتش هعرف اعمل اللايف شو اللي هتشوفوه او تشوفوا حكايته حالا دلوقتي. طبعا غني عن التعريف الاستاذ مروان والكسندر العدي، ما اعرفش هو معانا ولا لا، طبعا ده جات متاخر عيب عليا انا. الكسندر ساعدني بانه ارسل لي ثلاث صور اول سكاي جميله جدا جدا وهتعرض، ومروان الشريكي قضيت معاه سهره ما بقفش سرا، كان في اجازته وكان مع والدتنا والدته يعني، واخدته منها وقعد معايا على ستاليريا مع شطات طلع لي مشاهد مهمه جدا حطيتها في عرض السماء بعيون عربيه. البنتين الحلوين اللي تحت دول بناتي ملك ومريم، ساعدوني في الترجمه من العربي للانجليزي وهم اشطر مني في ده، ولان طبعا عرض هنعمله باللغه الانجليزيه في روسيا وهيترجموه من روسيا الى من الانجليزي الى الروسي. فبشكر كل القائمين. فكره العرض بتاعنا اوكي نيكست عام، فكره العرض بتاعنا طبعا انا بتكلم في العرض على ان السماء واحده زي ما قال اخونا عم. نكمل، دول ثلاث صور يا عم كملهم. نيكست نيكست، ثلاث صور بس اوكي. ده السكريبت معمول عربي وانجليزي وبناتي اللي هم ترجموه. فكره العرض طبعا ترجمته طبعا باللغه الانجليزيه فقط، وحطينا عليه بعد كده نيكست عام ثلاث صور تانيين اوكي. حطينا عليه بقى المشاهد، يعني كل فاكرين لو حد حضراتكم فاكر كيفيه عمل عرض في القبه السماويه، بتبدا بالكلام الحدوته اللي قدامكم الرغي اللي هو مش باين ليكم دلوقتي، وبعدين بتبدا بتخيل المناظر اللي هتعرض في القبه، وانا معايا قبه شكلها ايه، هل هي ديجيتال، هل هي يعني هايبرد، هل هي هحط سلايد، هحط صور، هحط انيميتد، هحط اول سكاي، هحط ايه. فانا يعني ده اللي اشتغلنا فيه مع فريق العمل بمكتبه الاسكندريه على العرض السابع الاسكندريه، وخلقنا او كريتنا اكثر من 20 صوره بتساعدني في عرض فكره العرض بتاع السماء بعيون عربي. نيكست عمرو انصاري. ببدا بالكلام مع دي طبعا صوره يفهمها البلانتيريانز، لو بلانتيريانز كلكم في هذا المكان، واكيد مروان الشوكي او معظم حضراتكم عارفين دي صوره لما تبان في القبه بتبان كبانوراما مع الستارز. دي الصحراء، وبقول فيها ان السماء طبعا قدمت العرض بقول ان السماء واحده من قبل الاسلام ومن ايام الحضارات القديمه الفراعنه والبابليين والصينيين الى اخره، ولكن عند العرب كانت السماء ليها معنى تاني، وكانت السماء عند العرب ليها استخدام تاني، ده قبل ما يكون في فلك وقبل ما يكون في الاتحاد الدولي لقباب الاتحاد الدولي الفلكي وقبل الكلام ده كله. فالسلايد ده بيبقى قد كده، هو يعني اخاز وجميل جدا في البلانيتيريوم. نيكست عام بقول ان السماء او الصحراء تحديدا هي اللي فرضت علينا احنا كعرب. اوكي دي سلايدز دي مش في العرض لكن دي لحضراتكم، يعني بوحي بيها ان ازاي الصحراء فرضت علينا على ثقافتنا العربيه الالتحام بالسماء، وان يكون السماء هي كل حاجه في حياتنا كعرب قديما قبل ما يكون في تكنولوجيا. ازاي كان العربي بيعرف المواسم والانواء من خلال النجوم، ازاي انا كعربي قديما في حاله الشتاء والصيف كان بيسافروا، وازاي كانت النجوم ليها اسامي غير اسامي دلوقتي، وازاي المجموعات النجميه كان ليها حتى توزيع وليها اسماء
ووراها قصص بين قوسين، قصص بين قوسين، قصص بقولها مرتين اهو، لان ده هيكون اللي ركزت عليه في العرض. هحكي ثلاث قصص، هحكي ثلاث حواديت عن مجموعات نجميه بس بفكره العرب، يعني قبل ما يكون في الارت كريستاليشنز او الاتحاد الدولي الفلكي. اوكي، دي صوره قد تكون يعني مالوفه لحضراتكم، دي طبعا صوره ارت بيكتشر جميله جدا وبحبها للمجموعات النجميه من وجهه نظر فنان اسباني عامل طبعا ارى كل الحواديت بتاعه المجموعات النجميه او الكريستاليشنز، ورسم صوره يعني من خياله بناء على الوحي اللي شافه من المجموعه النجميه. الصوره اللي جايه اعتقد بتاعه الكسندر، هديه منه للعرض، دي صوره اور سكاي في القبه، طبعا كلكم مجربين، ويمكن مروان طبعا هو رائد واشطر مني في دي، بتبقى اخاذه للجمهور، ودي صوره مودرن ارت كونستليشنز كما اعتمدها الاي اي يو او الاتحاد الدولي الفلكي. وصوره ثانيه دي سماء الشتاء، وبعديها اوكي عم سماء الصيف، بعمل ديزولف بين الثلاث صور دول. الصور اللي بعد كده بقول طبعا دي بتبقى يعني فيرجن تاني من الاور سكاي او 88 مجموعه للسماء كلها اللي موجوده. وبعد كده بقول ان انا هحكي ثلاث قصص، ثلاث قصص يعني باعتباري حكاي، اوكي استنى شوي باعتباري حكاي ويعني بألف وليا يعني شويه كده حاجات يعني انتاج متواضع في مجال الادب والحواديت، فاستغليت الحته دي مع شويه الفلك مع شويه الكام كتاب اللي قريتهم، وساعدني طبعا دكتور اخونا هاني الضليع وكذا مرجع اخر عندي لهم علاقه ب طبعا دكتور عبد الرحيم بدر رائد كتابة في الحكاية دي اللي هو النجوم عند العرب قديما، وكتاب الأنواء للدينوري، يعني خدت كذا حدوتة وولفت ثلاث حواديت بثلاث رسومات من عندنا احنا. الحدوتة الأولى سيد عمرو الأنصاري اللي هي مشهورة جدا اللي هي سهيل والجوزاء. سهيل والجوزاء طبعا لو فتحت انت اي فلكي او اي بلانتيريا من اللي بيسمعوني دلوقتي وكتبت كلمة سهيل اللي هي مؤخرة السفينة، طبعا دي بدي اربع خمس معلومات في الأوبس سموية نصيحة، ما تديش معلومات فلك كتير، ادي حواديت وادي ابهار وادي صوره وادي مزيكا وادي امتاع للعرض اللي بتقدمه، وان يكون سريعا يعني الايقاع سريع. اوكي، سهيل والجوزاء من اهم واشهر القصص في ثقافتنا العربيه عن السماء. اوكي، احنا كريتنا سهيل، وقلنا ان سهيل طبعا باعتباره هو ثاني ألمع نجوم السماء بعد الشعراء اليمنيه، وبدي معلومتين على النافيجيتور ستارز وازاي ان النجوم مقسمينها حسب لمعانها. قال مع نجم، كلكم لو سألتكم دلوقتي قال مع نجم في السماء أكيد كلكم شطار وعارفين إن هو سيريس أو الشعر اليمنية. طب تاني قال مع نجم في السماء، هو في السماء عموما من ضمن 20 نجم اللامعين هو سهيل. فسهيل بقول إن هو العرب تخيلوه قديما فارس جميل ووسيم ومن عيلة غنية، ويعني كل البنات وقع في حبه وإن هم يتمنوا رضاه ويتمنوا وده، هذا هو سهيل. وقع سهيل طبعا، سهيل بقول يعني بعرف الجمهور في القبه بان ليه اختين، نكست عمرو ليه اختين في السماء، ودي معروفه في ده السين اللي بعد كده، تخيلوا ده في القبه يبقى عامل ازاي. اوكي، سهيل واخواته الاثنين مين عارفهم؟ اكيد مروان عارفهم، لكن بقول ان سهيل واخواته اللي هم الشعرى اليمنيه والشعرى الشاميه، واللي العرب سموها الشعرى العبور والشعرى الباكيه، او يعني بسبب حدوته ان دي عبرت نهر المجره ودي لم تعبر، في قصتين متباهيتين. واقول ده في العرض، يعني ليه سموا العرب الشعرى اليمنيه الشعرى العبور، وليه سموا العرب الشعرى الشاميه الشعرى الباكيه او ذا كراينج ستار. نكمل، بقول طبعا ان هو وقع في حب فتاه شماليه جميله وهي الجوزاء، وده عنوان القصه بتاعتنا سهيل والجوزاء. وهنا بدي يعني الفكره على ان هذا الحب المتبادل ما بين فارس جميل مشهور عربي من الجنوب من اهل اليمن، يعني طبعا يعني من الجنوب عموما، وبنت جميله من عيله يعني بنت قومها وعزيزه قومها واصيله قومها الجوزاء، وحبوا بعض. ولكن الاعراف قديما ما كانتش بتسمح بان اهل الشمال يجوزوا بناتهم لاهل الجنوب. هنا حصل ان هم اهلها رفضوا الزواج. طبعا انا هنا بتكلم الصوره دي على القبه السماويه والنجوم بتاعه الشتاء باينه عن اسرائيل وعن الشعره اليمنيه وعن الشعره الثانيه ونجوم الشتاء كلكم عارفينها، الصياد والطور اللي هي قصته بعد كده. فطبعا هو خطفها، يعني اتفق معها انه هياخدها غصب عن اهلها على حصان ويجري بيها، ومن فرط حبه وانه فاز بحبيبته اخيرا بعد مماطله وممانعه من اهلها، الا انها الصوره اللي بعد كده عمرو، الا انها من وهو بيجري بيها للاسف وقعت من الحصان
وقعت من على الحصان. طبعا الصوره دي متكريته، ان هذه الجوزاء البنت الشريفه العفيفه لما ضربتش غير انها حبت واحد يعني من اهل الجنوب. وللاسف القصه بتقول في اكثر من مرجع علمي صحيح ان الجوزاء كسرت ظهرها، واهلها يعني وقومت اهلها فتره من الوقت، الا انها في الاخر ماتت للاسف. دي الصوره في كتاب واحد الماني بيحكي نفس الحدوته، وكان عرض الصوره دي اخونا هاني الضليع لنفس الحدوته تقريبا، طبعا تحت سهيل وفوق الجوزاء واخواته الاثنين الشعره اليمنيه والشعره الشماليه. الصوره اللي بعد كده بتبين الصورتين مع بعض، صوره مكتبه اسكندريه وصوره الجدع الالماني اللي كان بيتصور او استوحى هذه الصوره من قصص العرب القديمه. فعندي الصوره اللي على اليمين سهيل والجوزاء والشعره اليمنيه والشعره الشاميه ونهر المجره، والصوره على الشمال اللي كانت موجوده في كتاب الالماني. الصوره اللي بعد كده بقول طبعا ان يعني سهيل عليه كلام كتير جدا، ولسه دكتور خالد في قطر كان عامل يعني حلقه جميله جدا على سهيل والبيت الشعري المشهور على سهيل، وازاي ان سهيل عند العرب دي قيمه مهمه. وبقول ان ربط بقى هنا ادبي في الحدوته، ان سهيل ومعلوماتكم الفلكيه لا يظهر في السماء طول السنه غير بس 100 يوم في الفتره من مايو لغايه اغسطس، يعني في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي لو حد بص في سماء الجنوب هيلاقي سهيل قريب جدا من الافق. فبقول ان سهيل بيطلع بس 100 يوم في السنه عشان يطمن على حبيبته اللي وقعت من الحصان، وكمان بيوصي اخواته البنات ان يقتفوا اثرها وايه اللي حصل مع الجوزاء اللي ما لقاهاش على ظهر الحصان. فطبعا هنا كل ما الفلكيين يبصوا على نجوم الشمال نجوم الشتاء يفتكروا قصه سهيل ويفتكروا الجوزاء والمأساه بتاعت وفاتها ويعني وعلاقتها مع سهيل. دي كانت القصه الاولى. والقصه الثانيه بعنوان قبل طبعا ما هتكلم عن ثلاث قصص، بقول ان انا هارسل في نهايه العرض او هنبعت في نهايه العرض احنا انا وحضراتكم يا اودينس يعني او حضور القبه السماويه رسالتين للسماء، رساله حب ورسالة سلام، هتعرفوها في الآخر. رسالة تانية أو قصة تانية من القصص اللي أحكيها عن السماء بعيون عربية، قصة الدبران والثريا، قصة مشهورة جدا برضو في تراثنا العربي على نجم الدبران والثريا. طبعا شو الصورة بعد كده عمرو معروفة لأي فلكي هاوي فلكي أكيد كلكم عارفينها وبتدوها لبعض الناس في القبة عندكم سواء بورتبل أو متحركة. وصورة أنا اخترت صورة تكون واضحة قوي، وحتى عمرو هو بيشاور بالماوس على الثريا تمام عمرو معايا وعلى الدبران، هم دول القصه الثانيه الدبران والثريا. الدبران والثريا على فكره فلكيا وانتوا اشطر مني في ده، هم في موجودين في مجموعه الطور، والدبران معروف ان هو القلائص ويعني، والثريا هم السبع اخوات او سيفن سيسترز. وبقول معلومتين ثلاثه زي ما اتفقنا مش هكتر في الفلك على في العرض القبه السماويه. بقول ان العرب كانوا بيقيسوا قوه الابصار بنجوم الثريا، وازاي ان الثريا، وهنا بقى دور عمرو استاذ مروان الشويكي لما قلت له انا اكتشفت معلومه مهمه جدا ان كان في تقويم عربي اصيل على الثريا والقمر. طيب القصه بتقول ان الدبران العرب تخيلوه، اوكي عمرو طبعا دي نجوم الثريا وطبعا من اجمل الصور، ده الدبران في كما تخيلوه فريق مكتبه اسكندريه. الدبران هو راعي غنم اللي هو سموها القلائص، يعني تخيلنا هذا الراعي الغنم، ولو اسقطت النجوم بتاعت الدبران على المنظر ده هتلاقي فعلا اكنه حرف في او رقم سبعه. راعي الغنم الفقير الجميل الوسيم ده وقع في حب مين؟ البنت الجميله اللي بعد كده عمرو اللي هي مين؟ الثريا. اوكي؟ الثريا فتاه جميله متعاليه، يعني عندها من فرط جمالها وأنوثتها إلا إنها مش عاجبها حد، مش مالي عينها حد من الرجال، وأي حد من الإنسان بيتقدم لها بترفضه. يعني عجة القوم والشباب ومن الأغنياء وإلى آخره بترفضهم جميعا نظرا لفرط جمالها، ولأنها عندها يعني كده نوع من الغرور بسبب جمالها المفرط يعني. فرسمناها يعني برضو بندي الرسالة وقلنا ما بالكم بقى يقع في حبها مين؟ هذا العبد الفقير راعي الغنم الجميل اللي هو الدبران. طبعا ولكنه من عرف حدوده وعرف يعني موقعه فين بالنسبه للثريا، حته فلكيه هنا وهيجي دور عم مروان الشويكي ان هو اوكي نرجع سنه خفيفه بس. نرجع سنه خفيفه، لا باك 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 يا كابتن، كابتن باك باك يا كابتن باك. حاضر حاضر كابتن اوكي اوكي.
فلكيا معروف ان القمر يعني بينزل الاول على الثريا وبعد يومين بالظبط بيجي عند مين؟ عند الدبران، وبعد يومين بيسيب الثريا والدبران بيخش على اللي هي المفروض الجوزاء، النجوم الجوزاء، ويكمل اللي هي منازل القمر. فالحدوته او تاليفه عمر فكري، قلنا الدبران توسط للقمر قال له لو سمحت بلغ الثريا بحبي، انا محرج ان اكلمها، انا فقير وعبد فقير وهي من هي. قال له اوكي في الدوره الجايه هدف واروح عند الثريا واخبرها. القمر قال للثريا ان الدبران اللي قبليكي ده، على فكره معلومه فلكيه، دائما من يتبع من؟ الثريا تشرق الاول فلكيا، وبعد 45 دقيقه يطلع بعديها الدبران، الدبران تغرب وبعد 45 دقيقه يغرب وراها الدبران، فدائما الدبران يلاحق الثريا، هذا العاشق المتيم يلاحق الفتاة الجميلة الغير اللي هي مش مواد بالها منه ومتعالية بجمالها، فدايما هو يلاحقها حتى اليوم حتى النهاردة. أوكي، فالأمر بلغها، بلغ الثريا بأن الدبران يعني يتقرب إلى ودك ويتبناك وإلى آخره، ولكنها ردت بعنف شديد جدا على هذا العرض وعلى هذا الحب وهذا العاطفة من الدبران الفقير المعدم صاحب الكام غنمة صاحب القلائص ده، ومين ده اللي اتجوزه يعني. هنا بقف شوية وبدي حتة فلك زي ما اتفقنا في كل حدود حتة الفلك. هنا قلت عمرو دي صورة أعتقد كل اللي خد دورة مع مروان الشويكي عارفين صورة دي منين، فاكر يا مروان؟ أكيد دي ستيليريوم. بغير 13 بوزيشن للقمر على الثريا. العرب قديما، نكمل يا عم، كان القمر لما يكون مثلا في الثريا هلال يتنبأه مثلا، بيقول لك ده وسط الصيف، لما يكون كمل اوكي، لما يكون تربيع اول يقول لك مثلا ده ايه ميعاد نزول المطر، لما يكون احدب اخير يكون مثلا الجدب، لما يكون وهكذا. 13 بوزيشن او 13 موضع وشكل للقمر بيقفوا في الثريا في السنه الواحده. يعني ايه؟ يعني طول السنه الميلاديه في 13 شكل للقمر مع الثريا، او 13 فلكيا بقى فلكيين 13 اقتران للقمر مع الثريا باشكال مختلفه. وبالتالي هنا نشا التقويم الفلكي اللي بيسموه تقويم الثريا والقمر، وده مكتوب في كتاب الانواء. لما القمر يكون بدر في الثريا يكون منتصف الصيف، لما القمر يكون هلال في الثريا يكون نهايه هلال اخير او هلال اول يكون نهايه الربيع او نهايه او بدايه الشتاء وهكذا. فال13 طبعا موضع انا جمعتهم في القبه السماويه صورتين بس عشان خاطر ما اثقلش على الناس اللي اتفقنا بالمعلومات الفلكيه، وان كان لازم اشاور على ان العرب كان ليهم سمات علميه ولكن بطابع خاص. كم نعم اوكي تمام، ملاحظين انتوا طبعا، وطبعا جمعتهم كلهم في صوره واحده، دول 13 موضع للقمر ومقارنين بالثريا، وبقول ان ده تقويم عند العرب قديما مش موجود دلوقتي، تقويم له علاقه بالصحراء. المهم لما علم الدبران برفض الفتاه الجميله لحبه وتوددها، ومين الفقير دوت اللي بص له والنوافق على جوازي، خد كل القلائص او خد الاغنام بتاعته وذهب يقدمها الى الثريا، ارجوك هذا كل ما املك مقابل حبك ورضاك وودك. الا انها، واقول بقى في ختام القصه الثانيه في قصه السماء بعيون عربيه، الى اليوم يتودد الدبران الى الثريا، والى اليوم الثريا ترفض حب الدبران، والى اليوم القمر يمر على الثريا وسيط محاول يجمع قلوب الأحباب عشان توافق على حب هذا الشاب الشريف العفيف اللي عايز يرجو ودها، وإلى اليوم ترفض الثريا، وإلى اليوم يتبع الدبران الثريا. دي القصة الثانية، دي ختام القصة الثانية. أوكي، القصة الثالثة والأخيرة هي قصة بنات نعش الكبرى، هي قصة مؤثرة جداً. طبعا الرسالتين اللي قلت اشرت اليهم في اول عرضي او في كلامي مع حضراتكم هتكون رساله حب كلنا بنوجهها الى الدبران، الى الثريا، علها ان توافق على وقبول الدبران حبيبا ومحبا لها. اما القصه الثانيه فهي قصه حرب، قصه ثأر قديم، وازاي ان العربي القديم كان بيحب يثأر، وكان يعني عنده الموضوع الثأر ده كان يعني موضوع مش بسهولة انه يعدي يعني. طيب بقول ايه في بنات نعش الكبرى، القصة الحدوتة اللي هي فيها خليط ما بين الحقائق العلمية والخيال الأدبي اللي متاح، لأن بعض الأجانب بيألفوا زي ما حصل في الأساطير اليونانية والأساطير القديمة، إن في قصص، فإحنا ليه ما نعملش قصص بما لا يخالف الحقيقة العلمية؟ الصورة دي كلكم عارفينها،
صورة الشمال، أوكي، طبعا الدب الأكبر والدب الأصغر مش هقف عنه كتير، لكن معروف إن الدب الأكبر هي المجموعات اللي بتشاور على المغرفة، اللي بتشاور على البول ستار، وإن البول ستار موجود في مجموعة الدب الأصغر، وإن دي المجموعات كلها باللي حواليها سواء كاسيوبيا و اللي هو برشاوس إلى آخره، السيركم بولار ستارز. فبقول إيه؟ بقول إن العرب، أوكي يا عمرو، العرب تخيلوا النجم القطبي إن هو بيسموه إيه؟ أكيد كلكم عارفين، يمكن بيسموا النجم القطبي الجدي أو الجدي. أوكي، دي الصورة مكملة اللي فاتت. العرب تخيلوا الدب النجم القطبي الجدي. وهل لما كنت في الكويت من فترة أكتر من 20 سنة، وكنت أنا طبعا رايح بالثقافة المصرية عن المجموعات النجمية والكوكبات، بإن البول ستار إذ بول ستار يورس ميجور يورس مينور إلى آخره، لكن لقيت زمايلي وحبايبي من الكويت وبعض الخليجيين الكرام، أو لا ده الجدي، كان العرب كان بيسموا النجم القطبي الجدي. الله، هو الجدي ولا ده؟ فالمهم لما بحثت لقيت فعلا ليها أصل. فالعرب تخيلوا النجم القطبي هذا الشيخ الوسيم الوقور اللي كل القبائل بتدور حواليه فلكيا بقى عشان يحللهم مشاكلهم، وهو دائما راسخ ودائما في الميعاد وثابت لأي حد يجيله، كل النجوم متلف حواليه وتدور حواليه، ولكنه هو دائما صبور وثابت. وبشرح ليه هو ثابت، بقول طبعا في الصورة بعدها يا عمرو أنصاري إن هو ثابت، لأن لأن طبعا ده النجم القطبي بيشاور عليه مين؟ محور دوران الأرض، حتة فلكية كده. بقول في الحدوتة إن سهيل، لكن كلكم سهيل، كان في رحلة صيد وبالخطأ، يعني بالخطأ قتل الراجل اللي ظهره لينا ده، اللي هو اسمه ايه في الأسطورة او في الحدوتة العربية اسمه نعش، قتله خطأ. فالفنا احنا في مكتبة الإسكندرية هذا المشهد، ان سهيل بيصطاد عادي زي اي عربي اصيل، وقلنا في القصة الاولى بتاعت سهيل والجوزاء ان هو كان فارس وكان صياد وكان راجل يعني من نشامة زي ما بيقولوا، ولكنه خطأ يا عم الصورة بعدها خطأ قتل نعش. هذا هو نعش، نعش رجل طيب اللي كان ملوش اي علاقه بالحياه خالص، غير انه عنده 7 بنات وربيهم كويس جدا، بيشرف على تربيتهم، وبناته بنات مين بقى يا استاذ مروان؟ بنات نعش. طبعا دي الصوره. فسهيل قتل نعش بالخطا، ونعش عنده 7 بنات، اقسموا ان ما هيدفنوا ابوهم الا لما ياخدوا الطقر من اللي قتل ابوهم. دي الصوره الكريتها زميلنا وصديقنا استاذ احمد عصام، وحطيت عليها نجوم بعد كده، يمكن باينه طبعا بس في القبه بتبقى اوضح من كده، الدب الاكبر اللي بيسموها بنات نعش الكبرى، وطبعا دي اللي هي الفوت برنت بتاعت بعض الغزلان في الصوره، واللي كان اشار عليها اخونا هاني الضريع في الحدوته. بنات نعش الكبرى والصوره هي يحملوا عرش نعش وبيدوروا على قاتل ابيهم، وخطا اعتقدوا ان اللي قتل ابوهم هو مين؟ الراجل الطيب اللي بيحل مشاكل القوم، الجدي او الجدي. ف يوميا بيلفوا وراه عشان خاطر ياخدوا بالطار، او عشان خاطر يثبتوا حقيقه وفاه ابوهم، من قتل نعش؟ هؤلاء بنات نعش يبحثون عن قاتل ابيهم. نرجع بقى لسهيل، ان سهيل طبعا بعد ما حصل القتل الخطا هرب الى الجنوب، وبالتالي بيطلع 100 يوم في السنه عشان خاطر يحاول يثبت براءه الجدي او الجدي من ان هو مش اللي قتل، وغير كده كمان اخواته. لا قدامي يا عم، قدامي عم. اوكي، بيحاول، انا عملت فيدباك بقى لسهيل تاني، كمل قدام قدام. اوكي طيب، كمل. اوكي، ده طبعا هعمله في روسيا، مش هعمله في القبه عندنا في اسكندريه. ان انا الفت بيت شعر على السرية والدبران بالانجليزي، وهاخد معايا الطبله عشان خاطر اخلي الاودينس في القبة السماوية في يارستاف في روسيا يغنوا على صوت الطبلة العربية على رسالتين الحب والسلام. رسالة الحب بقول فيها يا ثريا أجيب حب الدبران، والقصة الثانية ثريا أكسبت الدبرانز لاف. دي قصة طبعا أنا ملحنها على صوت طبلة، صوت طبلة في العالم العربي بتدي إنديكيشن، لكن هيبقى جديد، وطبعا مش جديد ان يكون في آلة موسيقية داخل البلانيتوريوم، لان اتعملت قبل كده من زميلنا بيلا جايا اللي كان عامل شو بتاع السيمفوني بتاع كمان
وهو كان منزل صور من جوجل ايرث وبيعزف في البلانتيريومز ومشهور. فليه عمر فكري او ليه احنا ما نبدأش طبعا ناخد طبلة عربيه ونغني على ثقافتنا العربيه؟ يا ثريا اجيبي حب الطبران. ودي هتبقى رساله مش هقولها لكم دلوقتي، رساله حب بالطبله لمده 3 دقائق او حاجه زي كده هتختم بيها العام. الاغنيه الثانيه على نبذ نعشز دوتر جوداي از انوسنت، يعني يا بنات نعش الجوداي بريء، يا بنات نعش الجوداي بريء 7 مرات. ليه طب بقول في المره الاوليه 7 مرات وليه بقول في الثانيه 7 مرات؟ متوظفه علميا، لان 7 مرات في السهيل اللي عايزه لو سمحت يا ثريا اجيبي حب الدبران هي 7 نجوم فبقولها 7 مرات، وبنات نعش نعش دوتر هما 7 نجوم مشهورين برضه بقولها 7 مرات على صوت الطبله العربيه. اتمنى في يوم من الايام اسمعها لكم يعني وتشاركوها معايا لايف اذا حصل نصيب وجيت يعني في المؤتمر اللي جاي في نوفمبر. ممكن نعمل الشو ده في البلانتيريومز يبقى بالعربي بقى مش بالانجليزي. بعد كده عمرو بقول ان بعمل اسقاط على ازاي الدبران 100 يوم بيحاول يثبت براءته وان اخواته بيحاولوا يقطفوا اثره ازاي هو هرب من المقتل بتاع نعش خطأ، ودي الحدوته. طيب في الختام الثلاث قصص دول يعني ممزوجين بالخيال الأدبي مع حقائق علمية مع حقائق فلكية مع صور، هي طبعا مش هتحس هنا في الباوربوينت قدام حضراتكم لكن في البلانتيريوم فعلا حسيت انها هتبقى خاز. ادعوا لي انها طبعا هي داخله مسابقه في فئه الافلام اللايف او العروض الحيه، وهم ادوني يوم الخميس ان شاء الله الساعه 2 بعد الظهر هقدم هذا العرض، وخلاص بعت لهم الصور وبعت نسخه من السكريبت الانجليزي وهيكون في ترجمه من الانجليزي الى روسي. دعواتكم ان يعني يقابل هوا الاجانب، لان زي ما قلت في 12 دوله مشاركين بافلام في فيلم فيستيفال اللي في روسيا. نتمنى ان شاء الله وهيعلن ده طبعا على صفحه القبه او صفحه الجمعيه باذن الله اذا في فيلم من افلام مكتبه اسكندريه فاز او الفيلم اللي حكيت لكم قصته عليه. وعنوان محاضره النهارده هو ايه؟ فكره او مشروع قبه فلكيه، فيلم قبه فلكيه. ارجع لخلافي الجميل الودي ما بيني وبين مروان شويكي، دي ماده خام سكريبت مكتوب بالعربي وبالانجليزي ان شاء الله تكون مبادره يا مروان في المستقبل القريب لعمل انتاج فيلم بجد. طبعا دي صور ثابته لكن احنا بنتمنى في مكتبه اسكندريه وزمايلي اللي قدمتهم واشكرتهم واشكرهم تاني، نتمنى ان يكون فعلا في اجريمنت بيننا وبين الجمعيه او قبه الشارقه او قبه فلكيه في مكان ما في العالم العربي ويكون الانتاج مشترك لهذا الفيلم متاح للجميع. ده كان الموضوع حلقه النهارده ومره للمليون. انا فعلا مستاء جدا للتاخير على حضراتكم، كان نفسي اعرضه بنفسي لكن اعتقد الحدوته وصلت والمحاضره موضوعها وصل. ده كان موضوع محاضره النهارده في هذا الشهر، وطبعا بشكر مروان مره اخرى وزمايلي كلهم والحاضرين. تفضل. شكرا جزيلا دكتور عمر على الجميل والفني والتاريخي والادبي والرسومات الجميله، السيناريوهات التي أعجبت بها، شكرا لك. وأيضا على خطف الفكرة التي كنا أعددنا وأخذها وحدك يعني بعيدا عن مرمى عن ساعة الجمعية، لكن كل هذا يصب في خدمة التراث العربي. أنا ما سمعتش مروان، معلش المداخلة، أنا آسف كنت مركب السماعة، أنا آسف. كنت بشكرك على كل ما حبيبي وكل ما قدمته والصور الجميلة والشعور الأدبي وكمان الإضافات الجميلة منك. أضفت يعني ما بدي أقول أساطير، لا يجوز إضافة أساطير، ولكن قرأتها بقراءتك وغنيتها بإيقاعاتك يعني، وهذا جميل. يعني عندي أسئلة كثيرة وعندي نقاط أيضا وأسئلة، لكن أحب أن أستمع أولا، نستمع للزميلات والزملاء والأصدقاء والصديقات. مين لو برفع اليد بيكون أسهل شيء يعني، يكون لا تزبط أمور، ما ياريت يعني رفع اليد، اليد الإلكترونية حاولوا. استنى شوية عمرو، أنت آخر شيء استنى وهي عمرو شوف الآخرين. أستاذ بسمة يبدو أنه إيدها الإلكترونية مش عم تطلع، فضلي أستاذ بسمة. شكرا جزيلا على هالإطلالة
كالعادة يعني هاي المقدمة لابد منها، لأنه كل مرة في عنا إضافة جديدة مع برنامج القباب الفلكية. شكرا على هاي النافذة الجميلة وعلى الموعد الجديد. يعني بدي أفهم أول شيء، هو صار رح يكون تاني اثنين في كل شهر ولا بس استثناء هاي المرة؟ الشغلة الثانية، أنا استمتعت فعلا بالقصص الثلاثة. طبعا إحنا القصص هذه وعلاقاتها فلكيا وتراثيا، يعني أكيد موجودين، يعني معظمنا أصلا مواكبين للموضوع وعارفين يعني أبعاده وخلفياته. طبعا أنا استمتعت على أساس إنه في رسم جديد بطريقة جديدة، بعرف شو البرنامج استخدمته، وأنه يقدم إلى الأجانب أنه في له أصل عربي. أكيد يعني ما طلعناش كتير عن الأصل العربي، لكن مع شوية إضافة فانتازيا بحيث أنه يكون الموضوع يعني يقدم كأنه وجبة بطريقة بتغليف جديد وبسياق جديد. وطبعا فكرة أنه والله هذا فانتازيا، أو يعني زي حتى ما بيعملوا بالسينما مثلا، بياخدوا رواية أو قصة وبيحوروها بحيث أنها تطلع منتج جديد. فيعني هذا بيعطي الواحد شوي، يعني بدناش نقول انه ضربنا المصداقيه التاريخيه او العلميه للموضوع، لا، لانه يعني انه احنا يعني عم نقدمه بقالب جديد. فشكرا جزيلا للدكتور عمر. سؤالي انا انه برايك تحوير بعض القصص، يعني طبعا في عندنا مراجع، بس برايك التحوير هون مبرر كله طالما انه جاي في سياق يعني فني او سينمائي او بين اقواس مسرحي؟ انا يعني على فكره حضرتك عم تعرض هاي المشاهد والصور، تذكرت او خطر على بالي، بتعرف بعض التجارب اللبنانيه والمصريه طبعا بالفن الرائع جدا، يعني فرقه كراكر للمسرحيه ولا بياخذوا قصص اصلها تراثي ومعروف وبعدين بيحطوا لها اطار فني جديد تطلع بقالب جديد. فاحنا بصراحه يعني انا شخصيا استمتعت في هالقصه هذه اللي شفناها اليوم. لكن سؤال انه هل يعني كل الخروج عن الموضوع الاصلي يعني بالنسبه لحضرتك كان مبرر وما في عليه اي شائبه، خاصه اذا بنحكي انه هو يقدم الى مجتمع يعني رح تحطه في مسابقه شوي عالميه وبتقول في ناس من روسيا وكذا وكذا، وهدول الجماعه مش كتير عارفين شو القصص الاصليه، فهم رح يشوفوا إشي وينبهروا فيه او يقولوا نعم الشرق هو هيك، الشرق الساحر بعيونهم. فهل برايك انه يعني حضرتك تخطيت حدود الخطر، وبالتالي يعني الموقف سليم من ناحيه يعني من ناحيه ابداعيه ومن ناحيه مصداقيه النصوص والتاريخ؟ اوكي اجاوب. تفضل. اوكي طيب، بداية اولا التراث العلمي والتراث الادبي والتراث الفلكي، خلينا نتكلم فلكي، هو تراث ليس يعني ميراثا لاحد. في لو من هواة السينما زي حالاتي انا بحب اشوف افلام سينما، في فيلم اسمه كلاش اوف تايتنز اللي هو صراع الالهة يعني، والفيلم ده اتعمل مرتين على قصة اندروميدا وجدع اللي هو برشاوس، وازاي ان هي يعني الوحش اللي كان هياكلها. الفيلم ده معمول باثنين فيرجنز، بنسختين، نسخه سنه 1979 ونسخه سنه 2010، والحدوته الفلكيه هي وانا الفيلمين عندي وممكن اشيرهم لاصحاب يعنيكم للجمعيه. كل اللي فيهم فلك، وكل الشخصيات اللي في الفيلمين السينمائيين فلك. يعني مين ما يعرفش اندروميدا، مين ما يعرفش برشاوس، مين ما يعرفش كاسيوبيا او اندروميدا الحدوته، ولكن ومين ما يعرفش مثلا اللي هي المشاعر دي اسمها ايه، حد يسعفني، ميدوسا. الميدوسا، مين ما يعرفش الميدوسا، وهي احد المجموعات النجميه موظفينها في الفيلم بطريقتين مختلفتين في الفيلم، وازاي ان هو خد الفروه الذهبيه وخد السيف وخد الدرع فالحدوته. فالكونسبت انا ما بعدتش كتير، وبعدين زي ما لو تفتكروا في المحاضره اللي عملناها من اقل من سنه، بحط نفسي مكان المتلقي. المتلقي عايز ايه من دخوله قبه سمويه، وبين قوسين ده عرض بلانيتيريا مش عرض سينمائي، وبالتالي انا بلعب على المنتاليتي او عقليه او المتلقي. انا هخش اشوف كلام على اليورسا ميجور، اليورسا ميجور، طب ما بجوجل ايرث في الموبايل بتاعه يخش يقرا كتب مش بس معلومتين ثلاثه. وبالتالي القبه زي ما اتفقنا كلنا هي مكان لعرض متعه ذهنيه وبصريه، وبالتالي انا كنت بلعب على الحبل زي ما بيقولوا. يعني انا بحاول ان انا ما حرفش في تراثنا العربي
يعني قصة سهيل والجوزاء معروفة، بنات نعش الكبرى معروفة، ولكن قليل من البهارات الأدبية هيدعم القصة وهيدي. يعني أنا زي ما قلت حتى العرض ده اللي هو أعمله مثلا في قبة الشارقة في نوفمبر في مؤتمرنا إن شاء الله بعضينا فيس تو فيس في نوفمبر، هيكون بطريقة وبعرض مختلف لو أنا هعمله أجنبي، وبالتالي براعي زي ما حضرتك قلت يا أستاذة بسمة إن المتلقي فاكرنا لغاية دلوقتي إن العرب أو العالم العربي الخيمة والجمل. حتى لو عمرو يرجع للصورة اللي حطوها في الكتاب بتاع المؤتمر اللي جاي، هم حاطين خيمة وجمل. يعني أنا قلت لهم، بعت لهم السكريبت وبعت لهم اسم الفيلم ذا سكاي ثرو أن أرابيك آي، حطوا خيمة وجمل، هم معلوماتهم عننا الخيمة والجمل. لكن لا، العرب كان عندهم تقويم، وكان مازال على العرب عندهم يعني فعلا اسامات فلكية، ولما واكثر من 80% من اسامي النجوم المنفردة اسامي عربية تكتب بالحروف اللاتينية وتنطق. وقصة الجوزاء وبيت الجوزاء، وكان في بحث جميل نشره هاني الضريع على هل يد الجوزاء ولا إبة الجوزاء الجدي.